السلام عليكم اخواتي اخواتاتي. اليوم غادي نوجد واحد كوكتيل ديال بينا كولادا، و كنتمنى يعجبكم. وغادي نحتاج في المقادير نحتاج اناناس، ونحتاج ليمون و باشن فروت، passion fruit و coconut milk، coconut milk و sorbet، lemon sorbet. وغادي نحتاج الايس كوب، المكعبات الايس. واجي نبداو طريقة التحضير. الطريقة هذه غادي نوضعو غادي نوضعو الكوكونات ميلك، غادي نوضعو الحليب، شوف كيبان. غادي نوضعو الحليب ديال الكوكونات، غادي نوضعو غادي نوضعو ليمون صابيت، ليمون صابيت. حامض، الحامض، والليمون، سكويزي عصير الحامض. نضيفو الليمونة الثانية، وغادي نضيفو الباشن فروت، نضيفو الباشن فروت. هاد الكوكتيل كيجي رائع في الأيام الحارة للصيف.
وغادي نضيفو مكعبات العيش، وغادي نبلندي كلشي. هادي يعني اختيارية اللي باغي يضيف، اللي باغي يضيف واحد ديال الفاني، السيرو ديال الفاني اللي باغي يضيفو يعني اختياري. بيوتيفول. وها هو الكوكتيل ديالنا جاهز. بينا كولادا. Pina colada. Decoration. Fantastic. ها هو الكوكتيل ديالنا. نتمنى لكم يوم سعيد، وإلى لقاء جديد. باي.